حوالي 60 كيلومترا شمال مدينة الداخلة توجد هذه الضيعة الفلاحية المختصة في إنتاج الطماطم، تمتد على مساحة 42 هكتارا وتنتج سنويا 5000 طن من الطماطم ذات جودة عالية معدة للتصدير. كنتجو سنويا 5000 طن. هذه الوحدة هذه بدات سنة 2013، العام الأول ديالها هذا، وكنشغلوا 300 مستخدم والإنتاج كله موجه للتصدير. تجربة التعاونيات الفلاحية بجهة وادي الذهب القويرة أعطت نتائج جيدة على مستوى هيكلة القطاع وتثمين المنتوجات المجالية ودعم المهنيين وتوفير فرص قارة للشغل. نحن عندنا الطلب أكثر من العرض، لأن كنا نشتغل بطريقة تقليدية، نشفوه بطريقة تقليدية، نبرموه بطريقة تقليدية، وياك بعض الوقت تقريبا 5 أيام 6 أيام حتى تحصل كمية 40 ولا 30 كيل. اليوم عندنا تبارك الله ما شاء الله نقدروا نحصلوا في النهار 200 كيلو اللي نعودوا عليها تيشتغلوا. هادشي كيبين بانه كاين امكانيات ان شاء الله في السنوات المقبله باش يمكن نطلعوا من هذا الانتاج بادماج الشباب داخل الاستثمار في الدعم الاولى، وكذلك هذا البرنامج اللي كيهم الدعم الثانيه اللي هو كتشوفوا واحد العدد ديال التعاونيات اللي هي جد نشطه، لا في الميدان ديال الحليب ولا اللحوم ديال الجمال ولا الكسكس. هي مشاريع مهيكلة رأت النور بفضل مخطط المغرب الأخضر، والأقاليم الجنوبية للمملكة نالت حظها من هذه المشاريع التي ستنعكس إيجابا على القطاع الفلاحي في منطقة يعرف الجميع إكراهاتها المناخية.